ذكرى خالدة رمزا للعزة والكرامة والاستقلال الذي حققه الرئيس جمال عبد الناصر ورفاقه الأحرار بتوقيع اتفاقية الجلاء. وخرج الإنجليز عن القنال، خرجوا بعد أن ظلوا أكثر من 70 عاما يحتلون أرض بلادنا المقدسة. خرجوا لأن الثورة أرادت لهم أن يخرجوا، خرجوا لأن شعبنا المتطلع إلى الحرية أراد لهم أن يخرجوا. وعادت البلاد حرة لأبنائها، وأصبحت منطقة القنال بمصانعها ومعسكراتها ومطاراتها في أيدي جيشنا الباسل. عادت قطعة عزيزة من أرض بلادنا الطيبة إلى أيدي أبنائها، يبنون على أرضها غدنا المشرق، غدنا المتحرر، غدنا العزيز الشامخ. ورفع جمال عبد الناصر علم الوطن عاليا في سماء منطقة القنال إيذانا باستقلال البلاد وحريتها.